السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار الظهيرة من قناة السعودية، والبداية بالعناوين. استمرار عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين تمهيدا لإنهاء الحرب. في يومها الخامس منذ انطلاقها، تبرعات منصة إحسان تتجاوز 563 مليون ريال. خلال أسبوع ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. اندلاع مواجهات عسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استقبالها قاصدي الحرمين الشريفين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. وأوضحت الرئاسة أنه تم استنفار كامل الطاقة البشرية والخدمية والتشغيلية، وذلك نظرا للكثافة الكبيرة التي يشهدها المسجد الحرام، ولتحقيق الانسيابية والمرونة في الحركة ورفع كفاءة الخدمات الشاملة لضيوف الرحمن، إضافة إلى استثمار الطاقة الاستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام للتيسير على القاصدين لأداء عباداتهم. وهذه صور حية ومباشرة من الحرم المكي الشريف في 24 من شهر رمضان المبارك. تقوم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بتقديم الخدمات لزوار بيت الله الحرام، حيث تشمل خدمات النظافة وتوزيع مياه زمزم وغيرها من الخدمات التي تسهل تجربة المعتمر والزائر، ومن بينها تنظيف صحن المطاف الذي يستغرق 5 دقائق فقط. كيف يتم تنظيف صحن المطاف وكم يستغرق تنظيفه؟ رغم الأعداد الهائلة والكبيرة كما نشاهد الآن، إلا أن العملية تتم وفق سرعة فائقة. نقوم بغسل صحن المطاف بأكثر من 130 ألف لتر من المطهرات. تم الغسيل لصحن المطاف أكثر من 10 مرات، وحسب أي حاجة قارب تحصل نقوم بغسل المطاف، لكن المعتمد 10 غسلات يوميا. في 5 دقائق تم الانتهاء من تنظيف صحن المطاف. كل يوم ينظف صحن المطاف 10 مرات بغض النظر عن الكثافة التي تكون في صحن المطاف. نشاهد الآن في هذه الصورة بعد الانتهاء وعودة الطائفين إلى الطواف من جديد. تجاوز مجموع التبرعات في الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري إحسان حتى الآن أكثر من 563 مليون ريال. هذا وتواصل الحملة استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمانحين والموسرين خلال ما تبقى من أيام هذا الشهر الفضيل من خلال تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني ومركز اتصال المحسنين. في المدينة المنورة قدمت جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام العديد من المبادرات والبرامج الرمضانية خلال أيام الشهر الفضيل، والتي تضم سفرة الإفطار والبرامج الترفيهية المتنوعة. نتابع. هنا في جمعية تكافل الخيرية
تتجسد أسمى صور الإحسان لأيتام المدينة المنورة. إفطار جماعي، أجواء مختلفة وفريدة من نوعها يعيشها الأيتام في تكافل، حيث عفوية البسمات وتفاصيل لحياة كريمة ترفل بالبساطة تخلو من التكلف. النادي أنا ما أروح له، بس إنه في الأشياء الحفلة وال... بس المدرسة في رمضان ما أروح برضه عند مدرس. أنا طبعا ما زي كذا وزي كذا يعني زي كذا، وأصحى وأقوم وأروح أتسحر مع أمي وزي كذا. والله السادة الأكل ما أحكي لك، السادة صراحة رهيب بمعنى الكلمة. السادة والله السادة صراحة بشميل للسادة الحمد لله، كباب وبطاطس وحبحب شربت عصير الحمد لله وحليت السادة. فأما اليتيم فلا تقهر، نهج تتخذه تكافل الخيرية في تحقيق أهدافها، وتسير عبره لينعم الأيتام بكافة الخدمات المتعددة الأشكال. النادي 50.5%، يعني 50.5%، والمدرسة 49.5%. برامج كثيرة، منها المسرحية ومسبح، وفي رياضة، في بلاي ستيشن، في تعليم. هذه أحسن بليلة عندك صحيح؟ أكل أصابع أكيد. أكل أصابع أكيد؟ ما شاء الله تبارك الله. من المعروف أن شهر رمضان له طابع مختلف عن باقي شهور السنة، وهذا ما سخرته تكافل لأبنائها. أجواء رمضانية يعيشها الأبناء في شهر الخير والإحسان، وسط جملة من المبادرات الرمضانية تغلبها الراحة والرعاية والطمأنينة. من المدينة المنورة، محمد شيخ، الإخبارية. شرعت جمعية عهد لرعاية الأيتام بمكة المكرمة بمشروع وقف خيري داخل حدود الحرم لتحقيق الاستدامة المالية في تنفيذ وتحقيق رسالة ورؤية الجمعية في كفالة الأيتام ماديا ومعنويا واجتماعيا، إذ يبلغ عددهم 717 يتيما ويتيمة. هنا في أطهر مكان في الأرض بمكة المكرمة، حيث شرف الزمان وقداسة المكان، أطلقت جمعية عهد لرعاية الأيتام بالمضيلف مشروع وقف أمل اليتيم، الذي سيعود ريعه ونفعه لأيتام الجمعية البالغ عددهم 717 يتيما ويتيمة، ومن خلال تقديم برامج الرعاية والتأهيل والتدريب. هذا الوقف هو وقف تجاري سكني في نفس الوقت، مخصص 4 أدوار، الدور الأرضي هو الدور التجاري، والأدوار الأخرى المتكررة سكنية، وهذا الوقف تكلفته 6.5 مليون ريال. نحن الآن في بناء الأساسات كما شاهدتم وأخذتم بعض الصور، هي المرحلة الأولى التي نحن استطعنا أن نوجد الأرض ونوجد بناء الأساسات. أجور مضاعفة داخل حدود الحرم المكي الشريف تتشوق إلى أيادي أهل الخير والعطاء. نرحب بكل دعم، حتى لو كان الدعم بالأفكار، حتى لو كان الدعم بالتطوير، حتى لو كان الدعم بالتواصل، حتى لو كان الدعم بالتعليم، حتى لو كان الدعم نفسيا، ولكننا في هذا الوقت المبارك ننشد الاستدامة، لأن هنالك متطلبات. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. عبد الرحمن الموسى، مكة المكرمة. المسقي قرية تراثية بعسير، تعتبر إحدى محطات عبور المسافرين إلى الديار المقدسة، ولأول مرة يتم تجهيز جزء منها لتحضير موائد الإفطار وسط الفن المعماري القديم. نتابع. ما بين التراث والآثار، تحضر موائد إفطار الصائم في قرية المسقي الأثرية في وسط البيوت القديمة، في أجواء رمضانية يعيشها الصائم بين الماضي وأحضان الطبيعة. طبعاً الفكرة بدأت من عام 2020 وطبقت واحد عام 2021، والحمد لله مع الصيف في عام 2021 الزوار كثير، اللهم لك الحمد، مع المتحف مع المكان. وهذه السنة أول مرة سنة نفتح إفطار في رمضان، وزي ما تشوفين الحمد لله بيكون كل شيء عن طريق الحجز، لازم يكون بالحجز، والحمد لله كان الإقبال مرة كبير. تقدم الأطعمة بأوان شعبية محاكية للبيوت القديمة،
فالمائدة السعودية لا تخلو من التمر واللبن عند الإفطار. طبعا نستقبل حوالي 30 زائر في الساعة، ومن مكان المكان القديم من أهل المنطقة، وحابين يغيرون المكان عن حق القرية. عندش تعرفين القرية هذه من 815 هجري، والله ما كان الحمد، يعني العدد والإقبال من الزوار في عدد كثير يعني هائل. قرية المسق التراثية نموذج في الجمع بين ملامح القرية الجنوبية التقليدية والبلدة ذات الطابع الحضري، كما وصفها الرحالة والمؤرخ الحسن الهمداني. ولهم قرية كبيرة ذات مسجد وجامع يقال لها المسقي. سماح الدرع، أبها. يعتبر شهر رمضان المبارك موسما مميزا لإحياء العادات والقيم السامية بين أبناء المجتمع، ففي محافظة أملج يقيم أهالي حي الوسطى فطورهم الجماعي في عادة سنوية تنعكس على أفراد الحي بالفرحة والسرور. في شهر رمضان المبارك تترسخ مختلف القيم الاجتماعية التي تميز أهالي المحافظات والمناطق بالمملكة، فهنا على ساحل البحر الأحمر وتحديدا في محافظة أملج يقيم أهالي حي الوسطى فطورهم الجماعي بشكل سنوي في عادة تعكس صور التآخي والتآلف التي يرسمونها من خلال أنقى الأمثلة الاجتماعية، مستشعرين روحانية الشهر الكريم. فقبيل أذان المغرب تمتد الموائد ويحمل الصائمون وجبات الإفطار التي أجادت ربات البيوت طهيها، كمشاركات في إعداد الوجبات التي تميز السفرة خلال شهر رمضان. طبعاً هذه عادات قديمة من قديم الزمن، طبعاً هنا في يشارك فيها الصغير والكبير، طبعاً السفرة دائمة حتى من الجاليات. ما هي مخصصة للسعوديين، ترى من سعوديين، من أهل الحي، من كبار، من صغار، من أجانب، جميعهم موجودين في هذا الحي، والحمد لله مستمرين فيها من أعوام قديمة، وإحنا أكملنا الناس من قبلنا يعني. ويتسابق الشباب والأطفال في تقديم الوجبات لكبار السن في صور تعكس روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع كافة في إحدى العادات الرمضانية التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع والتسامح فيما بينهم في صورة اجتماعية مميزة. مصعب الديحاني، الإخبارية، من محافظة أملج. رمضان يا شهر. أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة صندوق الشفاء الصحي الوقفي الذي يعنى بإصدار خدمات التغطية الصحية لبعض المقيمين ممن لا تشملهم خدمات الرعاية الصحية المجانية والتأمين الصحي لأهلية العلاج في المستشفيات، وذلك للتخفيف من معاناتهم. وسلم أمير المنطقة بطاقة التغطية الصحية لأول مستفيد من خدمات الوقف، وجرى توقيع 9 اتفاقيات بين وقف الشفاء الصحي وجمعيات أخرى، وكرم 8 كيانات وقفية وشركات وطنية ورجال أعمال يمثلون المانحين لمشروع إنشاء مستشفى السلام الوقفي. نشرة الظهيرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق. أهلا بكم مجددا. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة خلال أسبوع عن ضبط أكثر من 16,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، منهم 9,158 مخالفا لنظام الإقامة
و5235 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2354 مخالفا لنظام العمل، بالإضافة إلى ضبط 1627 شخصا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، وضبط 59 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مع زخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، المدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل. كما يستمر هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تثير الأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقتي الجوف وتبوك. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية عن وصول 19 أسيرا من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ظهر اليوم، من بينهم 16 أسيرا سعوديا وثلاثة أسرى سودانيين مقابل إطلاق سراح 250 أسيرا حوثيا. وأوضحت قوات التحالف أن 250 أسيرا من الحوثيين غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء، ذلك في إطار عملية تبادل الأسرى. وتأتي هذه العملية عملية تبادل الأسرى في مرحلتها الثانية تمهيدا لمفاوضات مقبلة لإنهاء الحرب وتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار. من جانبه أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني ماجد فضائل أن هذه العملية هي بداية لعمليات ومبادرات مستقبلية لإطلاق سراح باقي الأسرى والمحتجزين، معربا عن شكره للمملكة وجهودها التي ساهمت في إتمام هذه العملية. مراحل، نبدأ بالمرحلة هذه، طبعا هذه المرحلة الثانية، ثم بعد ذلك اتبعها مراحل، سوف تكون هناك مبادرات لإطلاق عدد من الأسرى والمختطفين بدون قيد أو شرط، ثم بعد ذلك اتبعهم عملية طبعا الجولة القادمة سوف تكون في 15 مايو، هذه الجولة سوف تكون للنقاش حول بقية الأسرى والمختطفين، وسوف يتم إطلاقهم على مراحل وصولا إلى الكل مقابل الكل. كان لهم دور كبير جدا خاصة في الجولة الأخيرة، وكانوا هم سبب أساسي في إنجاح هذه الجولة نظرا للدور الذي لعبوه في تقريب وجهات النظر بيننا وبين ميليشيا الحوثي. كان هناك تعنت كبير، ولكن الجهود التي بذلت من قبل الوفد الحكومي والالتزامي السديد وتعامله مع هذا الملف بإنسانية ومسؤولية كبيرة والتزام، بالإضافة إلى جهود التحالف العربي، تم الوصول إلى ما تم الوصول إليه. وكيل محافظة عدن غسان الزامكي وصف عملية تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي بأنها بداية السلام في اليمن. يوم فرح ويوم عيد في العاصمة المؤقتة عدن بخروج الأسرى من سجون الميليشيا الحوثي في صنعاء برئاسة وزير الدفاع محمود الصبيحي ووكيل الأمن السياسي ناصر منصور وجميع الأسرى الذين كانوا في المعتقلات. اليوم جميع منازل وبيوت هذه الأسر لديها فرحة عارمة والكل سعيد، وإن شاء الله تستمر هذه السعادة. وقد كان لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الدور الكبير في توحيد وجهات النظر للوصول إلى هذه الصفقة الكبرى في تبادل الأسرى، فهذا يحسب للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية أنها استطاعت أن تخطو هذه الخطوة وتكون بداية السلام. كانت بداية الحرب اعتقال الوزير الدفاع ووكيل الأمن السياسي، ونهاية الحرب تكون بالإفراج عنهم اليوم ومزيد من الانتصارات، وأبواب السلام انفتحت اليوم، وإن شاء الله تعود اليمن يمن سعيدة. هذا وتتواصل عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في عملية تمهد لمفاوضات مقبلة لإنهاء الحرب وتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار. وكان الصليب الأحمر الدولي أعلن عن بدء عملية تبادل قرابة 900 أسير في اليمن في عملية إنسانية تستمر 3 أيام.
وللمزيد حول ذلك بل حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والباحث في العلاقات الدولية رئيس منتدى الخبرة السعودية الدكتور أحمد الشهري. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد، وكيف ترى دور هذه الخطوة نحو تحقيق تقدم على الصعيد السياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ سلمان والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. الحقيقة هذه هي الدبلوماسية السعودية، وهذه الدبلوماسية دائما تثبت نجاحها على جميع الأصعدة وفي كل المحطات. الحمد لله أنه في هذا الشهر المبارك تمت هذه الخطوة المباركة من خلال زيارة الوفد السعودي والوفد العماني إلى صنعاء والتباحث مع جماعة الحوثي في هذا الملف الذي يلامس الحقيقة هموم الكثير من الأسر التي فقدت أهلها وأقربائها في سجون هذه الجماعة منذ 8 سنوات. الخطوة هي تعتبر إيجابية، وهي خطوة أولى في طريق خطوات قادمة لبقية الملفات. هناك الملف السياسي وهو أهم الملفات التي سينالها الإجراءات والبحث. الآن الملف الإنساني هو الملف الأول الذي تم بهذا النجاح الطيب في الوقت الذي لم تستطيع حتى الأمم المتحدة ولا منظماتها الوصول إلى مثل هذه التفاهمات خلال سنوات ماضية. الحقيقة نجاح كبير للمملكة العربية السعودية، وهي أيضا قائدة التحالف العربي، وكذلك لا ننسى دور الأخوة في سلطنة عمان. الجو السلمي يبشر بانطلاقة جديدة في حل هذه الأزمة الذي طال أمدها، وهو امتدادا لنجاح المملكة العربية السعودية سواء على الملف الإيراني أو على الملف السوري. هذه هي المملكة العربية السعودية دائما حيث تكون تحدث الفرق في كل شيء. نعم دكتور أحمد، في هذا الإطار كيف ينظر المجتمع الدولي ومنظمات الحقوقية لهذه الجهود المباركة للدبلوماسية السعودية؟ ما في شك أن هذه الخطوات حظيت بإشادة وشكر من المجتمع الدولي ومن المنظمات الدولية، وكما قلت في بداية حديثي هي كانت تدير الأزمة خلال هذه السنوات ولم تستطيع أن تحقق شيء. كان هناك تفاهمات في الأردن، وكان هناك تفاهمات أيضا في جنيف وفي ستوكهولم، ولكنها لم تؤدي الغرض المطلوب. ولذلك الدبلوماسية السعودية التي تنطلق من الصدق الحقيقة، وتنطلق من الأخوة، وتنطلق من الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، هذا حققت هذا النجاح، وبالتالي حظيت هذه الخطوة ب إشادة من المجتمع الدولي. وأيضا أصبحت المملكة العربية السعودية هي تعد حمامة سلام في جميع أزمات العالمية. كان هناك جهود جبارة في الأزمة الأوكرانية، وحدث باتصال من سمو الملك حفظه الله بإفراج عن عدد من الأسرى ما بين الروس وبين الأوكرانيين، وحازت على حقيقة شهادة كبيرة من المجتمع الدولي. اليوم يحدث مثل هذا الإفراج في اليمن، وهذه الحقيقة دبلوماسية وسياسة ناجحة تسطرها دائما المملكة العربية السعودية. نعم، إذن الكاتب والباحث في العلاقات الدولية رئيس منتدى الخبرة السعودية الدكتور أحمد الشهري، شكرا جزيلا لك. أعربت وزارة الخارجية عن قلق المملكة البالغ جراء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان الشقيقة، ودعت المملكة المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة وتوحيد الصف، بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه الشقيق. يأتي ذلك إثر اندلاع مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم وفي مدينة مروي شمالي البلاد. وأوضح الجيش السوداني في بيان له أن قوات الدعم السريع هاجمت مناطق تابعة للقوات المسلحة في المدينة الرياضية ومروي، وتم الرد عليها، مؤكدة أنها تسيطر حاليا على كافة القواعد والمطارات. بدورها ذكرت قوات الدعم السريع في بيان لها أن قوة كبيرة من الجيش دخلت مقر قواتها وفرضت الحصار عليها وهاجمتها باستخدام الأسلحة الثقيلة.
في ختام النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها: استمرار عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين تمهيداً لإنهاء الحرب. في يومها الخامس منذ انطلاقها، تبرعات منصة إحسان تتجاوز 563 مليون ريال. خلال أسبوع، ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. اندلاع مواجهات عسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، في أمان الله.